بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله المنزه عن كل نقص، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على سيد السادات النبي العربي الهاشمي محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعليكم جميعا وعلى المؤمنين إلى يوم القيامة. تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله رئيس دولة فلسطين، احتفاء بذكرى الإسراء والمعراج، تفتتح الجلسة الثانية لمؤتمر بيت المقدس الدولي السادس
بعنوان دعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين الدور والواجب بالشراكة هذه الجلسة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وجامعة القدس. أهلا مرحبا مدى المد والآن بضيوفنا الأعيان والأعلام. نرحب بسعادة الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس المحترم، سماحة الشيخ أحمد هليل قاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية وإمام الحضرة الهاشمية، سماحة الدكتور هايل داود وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، سماحة الأخ الشيخ يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية. نرحب بدولة أحمد كريع أبو علاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. نرحب بمعالي الأخ الدكتور سعدي لكرونز، بسماحة الشيخ عبد العظيم سلهب، بفضيلة الشيخ عزام الخطيب سماحة مفتي عام روسيا، معالي الأخ الدكتور عبد الله كنعان سعادة النائب، بسام للطوش رئيس لجنة التربية في مجلس النواب المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية دكتور رشاد الكيلاني مدير معهد إعداد الدعاة في المملكة الأردنية الهاشمية. نرحب بأصحاب الفضيلة وبأصحاب السعادة بقادة الأجهزة الأمنية. نرحب بكل من حضر. نرحب بنائب مفتي فلسطين أخي إبراهيم عوض الله. نرحب بالأخوات والأخوة جميعا بهذه الهامات، هذه المقامات العالية العظيمة. عذرا ستنقسم هذه الجلسة إلى قسمين. الجلسة الأولى هي الجلسة الافتتاحية والرسمية، ونتمنى على الأخوة أن تكون الكلمات مختصرة، سيما أن الأخوة الأهل، لا نقول الضيوف، هم الأهل. هناك رحلة أخرى لهم في هذا اليوم إلى مدينة جبل النار، إلى نابلس، إلى جامعة النجاح الوطنية، ثم بعد ذلك ستكون الجلسة الثانية وهي جلسة المؤتمر. أبدأ بداية الترحيب بأخي الدكتور عماد أبو كشك ليقدم كلمة ترحيب باسم الجامعة. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دولة الأخ أحمد كريع أبو علاء رئيس مجلس أمناء جامعة القدس، سماحة الشيخ يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، سماحة الشيخ أحمد هليل مستشار جلالة الملك عبد الله الثاني وقاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سماحة الشيخ هايل عبد الحافظ يوسف داود وزير الأوقاف والشؤون والمؤسسات الإسلامية في دولة الأردن الشقيقة، سعادة النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، سعادة النائب بسام البطوش النائب في البرلمان الأردني عن لجنة التربية، معالي عبد الله كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، الأخوات والإخوة الحضور كل باسمه ولقبه. أحييكم من جامعة القدس في مؤتمركم هذا في الجلسة الثانية لمؤتمر بيت المقدس الإسلامي والدولي السادس بعنوان دعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين الدوري والواجب. من جامعة القدس في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس المؤسسة الأكاديمية الفلسطينية العربية الإسلامية التي خرجت جذورها من بيت المقدس، من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقبة الصخرة المشرفة من مدينة السلام
مهد الأديان السماوية القدس الشريف التي تتعرض أمام سمع وبصر العالم والأمتين العربية والإسلامية لأبشع جرائم القتل والتشريد والعدوان المستمر منذ 48 عاما، لاقتلاع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من مدينتهم وتهجيرهم وطردهم قسريا، من مصادرة الأرض ومصادرة البيوت وهدم ما استعصى منها حتى تركت القدس مدينة ومقدسيين لمواجهة مصيرها لوحدها دون عون. ونقولها من جامعة القدس لأبناء المدينة المقدسة: لا تحزنوا ولا تبتئسوا، وقوموا بواجبكم اتجاه مدينتكم متوكلين على الله القدير، فالله نعم المولى ونعم الوكيل، ويد الله فوق أيديكم، ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون. نلتقي اليوم في أرض الإسراء والمعراج بعد أيام قليلة من ذكرى الإسراء والمعراج في جامعة القدس التي تنتشر مبانيها ما بين بلدة أبو ديس في ضواحي القدس، والتي بنيت على ربوة تطل على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، إلى البلدة القديمة في القدس داخل الأسوار في بيت حنينة والشيخ جراح وبرج اللقلق وبركة البطرق وباب العمود وباب الأسباط، تسهر على تعزيز صمود أبناء القدس الشريف وحمايتهم وتقديم العون والدعم والمساند لهم في كافة المجالات بقوة وعزيمة واقتدار، تحمل مشاعر علم ونور ورسالة محبة وسلام وإرادة تحدي وإصرار وصبر ومرابطة وجهاد واحتساب. جامعة القدس التي جل العاملين فيها أكاديميين وإداريين هم من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يقومون بدورهم في حماية مدينتهم والدفاع عنها، بها نخبة مميزة من الأكاديميين الباحثين المتميزين في تاريخ القدس وحضارتها وتراثها ودراسات القدس عبر العصور والأزمان، ولديها العديد من المراكز البحثية المتخصصة داخل أسوار المدينة المقدسة تمنح درجة الماجستير في تلك التخصصات، كما أن جامعة القدس هي الجامعة الوحيدة التي تدرس مساق بيت المقدس كمساق إجباريا متطلبا عاما لكافة طلابها، إضافة إلى العديد من المساقات ذات العلاقة وتلك التي تدرس لطلبة كلية الدعوة وأصول الدين والدراسات القرآنية. ونحن في جامعة القدس نفتح ذراعينا لكل الدارسين والباحثين والمهتمين بالقدس والمقدسات، وعلى استعداد أن نقدم لهم كل الدعم والمساندة والتسهيلات والإمكانيات، ونرحب ونتمنى أن تكون جامعتكم جامعة القدس هي العنوان لكل من يؤمنون بهذا الشعار الذي نرفعه في مؤتمرنا هذا: دعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين الدوري والواجب، لنجعله واقع ملموس معاش في هذا الزمن الرديء التي تكالبت فيه علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، لتبقى القدس هي الملجأ والمأمن والملاذ. أليس هذا ما بشر به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خلفهم إلا ما أصابهم من لأوة حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأينهم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ألم يبشرنا الله عز وجل من فوق سبع سماوات في محكم التنزيل من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. نشكر الله العلي القدير أن أنعم علينا أن نكون من المرابطين في أرض الإسراء والمعراج، أرض العزة والكرامة، من الصابرين المرابطين المحتسبين المجاهدين، من الطائفة التي بشر بها رسولنا الكريم: على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم. وندعو الله العلي القدير أن يعيننا على حمل الأمانة والعمل بها قولا وفعلا، أمانة ما أثقلها إلا على تلك الطائفة التي ندعو الله أن نكون منها.
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح والسداد، وأؤكد باسم القدس مدينة وجامعة أننا على استعداد أن نضع كافة إمكانياتنا تحت تصرفكم لوضع التوصيات التي سيخرج بها مؤتمرنا موضع التنفيذ. بارك الله فيكم وسدد خطاكم إلى ما فيه الخير لقدسنا وشعبنا وفلسطيننا الغالية. وقبل أن أنهي أحب أن أنوه بطبيعة العلاقة التي تربطنا في دولة الأردن الشقيق، ولا مساندة العائلة الهاشمية لهذه الجامعة والمعهد العربي، حيث تم الإعلان بالأمس من قبل رئيس مجلس أمناء المعهد العربي الأستاذ الدكتور سري نسيبة عن منحة للمعهد العربي من جلالة الملك عبد الله الثاني بقيمة 150 ألف دينار لإسناد هذا المعهد، والذي هو كان نواة هذه الجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بعد قبضة يد، على بعد قبضة يد، لكنها أقرب إلينا من خفقة قلب. إنها القدس الشريف، محضن المسجد الأقصى المبارك. القدس مدينة التاريخ، شهدت الأحداث، اشتق اسمها من القدوس أي الطهر. هي مدينة الأمن، هي مدينة السلام والسلم، طمع بها الغزاة، لكن ما نازلها ظالم إلا قصمته. كانت هي المنتصرة على الدوام، فكيف ونحن نسعى أن تعود مدينة أمن وأمان وسلم وسلام؟ سماحة الشيخ يوسف إدعيس، أهلا وسهلا بك في كلمة ترحيبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الدولة، أصحاب المعالي والعطوفة على المنصة، الحضور الكرام، السيدات السادة، كلكم محل تقدير واحترام. أحييكم باسم القدس الحبيبة علينا جميعا. أنا لا أريد أن أقف خطيبا بينكم، لأنني أقرأ كما تقرؤون أن القدس بحاجة إلى عمل، ولكن هناك إصرار، هناك واجب مني أن أقف أمامكم لأحييكم باسم القدس وأرسل تحية إلى أسرانا البواسط في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الذين ضحوا بحريتهم من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل الأقصى. كما أنني لا أنسى أن أقف وأحيي المرابطين والمرابطات في ساحات الأقصى الذين يرقبون الاحتلال، وهو يدخل قطعان المستوطنين يوميا، يتحملون الحرب والبرد، القتل، الاضطهاد، الظلم، الاعتقالات من أجل الأقصى، من أجل القدس. كما وصلتني رسالة الآن أن الاحتلال يمعن بانتهاكاته، ببطشه، بقتله. وصلتني رسالة أن هناك عملية دهس لجنود الدكتور، وهناك استشهاد لعنصر من عناصر فلسطين الحبيبة العزيزة علينا الآن في هذه الساعة. هذا لا يخيفنا، مقاومة الاحتلال ستبقى قائمة بإذن الله، والاحتلال سيزول. أنا لا أريد أن أتكلم عن العلاقة الأردنية الفلسطينية، هي ليست علاقة، هي أخوة. ارتبط الدم الفلسطيني بالدم الأردني، شاء من شاء وأبى من أبى. فدم الجيش الأردني ماثل للعيان، ومآثل الأردنيين ماثل للعيان، في الأقصى وعلى أسوار القدس وفي فلسطين وفي كل بلد من بلاد الفلسطينيين. فلو أردنا أن نقسم الميراث لاشتركنا بالتركة، نحن وإياهم جميعا، لأخذنا منهم وأخذوا منا جميعا، فالمصير واحد والألام واحدة. فلا نقول الأردن فلسطين، نقول شعب الأقصى، شعب فلسطين هو شعب واحد، لن تفرقنا نهائيا. كل الاحتلالات
وكل الاضطهادات سنبقى جسد واحد في خندق واحد ضد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أما عن عقد جلسة المؤتمر في القدس، لابد لجامعة القدس التي لاسمها نصيب في هذا المؤتمر، نعاهدكم في وزارة الأوقاف أن تبقى دائما القدس شعارنا أولا، لأن الأقصى هو تاج القدس، والقدس درة فلسطين، وفلسطين قلب العالم العربي والإسلامي. فنحن في وزارة الأوقاف الهم الوحيد الأول الأقصى والقدس، لن نتوانى في لحظة واحدة ولن ننساها. فنحن نضع كل إمكانيات وزارة الأوقاف من أجل القدس ومن أجل الأقصى حتى تحرر وتعود إلى حالة الأمة العربية الإسلامية. نريد من هذا المؤتمر أن يخرج بقرارات عملية وباقتراحات. أردنا أن نشارك الجميع من محافظات الوطن المفصلية، الخليل ثم القدس ثم نابلس، لكي نستمع للآراء حتى لا نستبد برأي منا، حتى نكون الجميع. الآن القدس بحاجة إلى عمل، الآن القدس بحاجة إلى وقفة جدية حقيقية. نريد أن يكون دينارنا أن يسبق الملايين من أجل حماية القدس والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها أيضا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم. سند الملكية، سند الملكية الطابو، هذه وثائق غير قابلة للطعن. سند ملكيتنا للمسجد الأقصى المبارك مسجل مسطور مكتوب في كتاب الله تعالى، إذن هو محفوظ بحفظ القرآن الكريم عند قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من يستطيع أن ينسخ آية من كتاب الله هي الآية الأولى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير؟ يستطيع أن يلغي سند هذه الملكية، ولا أحد يستطيع، لأن الحافظ هو الله. مزدوجان جميلان عظيمان، نبتا في بلد طيب، في بلد الهاشميين، دكتور أحمد هليل قاضي القضاء، دكتور هايل داود وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، هما لا نقول ضيوف، هم أهل ونحن الضيوف. نقدم الدكتور هايل داود، سامحني هكذا طلب الدكتور أحمد هليل، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان لي أن أتقدم على سماحة أستاذي الدكتور أحمد هليل إلا أن أبر بقسمه حيث أقسم علي، فجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت قصير، وأخبرونا أن اللقاء يجب أن ينتهي قبل 11، فسأختصر يعني سريعا. أشعر باعتزاز كبير وأنا أقف في هذه الجامعة العتيدة، جامعة القدس، هذه الجامعة العريقة الأكاديمية بين هيئتها التدريسية والإدارية وطلبتها بين أهل القدس، هذه المدينة العزيزة على القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق، وأن يعينكم على أن تحافظوا على هذه الأرض المقدسة، فأنتم في رباط تحسدون عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل رباطكم في سبيله، وأن يرفع به درجاتكم بإذنه تعالى. أيها الإخوة الكرام، مما ميز الشعب الفلسطيني الكريم
هو المستوى التعليمي والمستوى الثقافي الذي امتاز به هذا الشعب، وجعله من نخبة الشعوب العربية والإسلامية علما وتعليما، بل أن هذا الشعب قد نشر التعليم وكان له الفضل في تعليم الكثير من الشعوب العربية والإسلامية. واليوم على هذه الشعوب أن ترد هذا الجميل، وأن ترد هذا الفضل الكبير الذي قدمه هذا الشعب بأن تدعمه في صموده، وأن تدعم مؤسساته الأكاديمية، وأن تدعم جامعاته ومعاهده. فهذا ليس فضلا ولا تفضلا منهم، وإنما هو كما قلت جزء من رد الجميل على هذا الشعب الذي ما توانى من خلال مدرسيه ومعلميه وأساتذته في أن يعلم وأن يدرس وأن ينشر العلم والمعرفة في كل بلاد العالم العربي والإسلامي. فجزاكم الله خيرا على فضلكم وعلى كرمكم وعلى ما قدمتم لأمتكم بإذنه تعالى. اليوم نشرف أن نكون في هذه الديار على رأس وفد كبير جاء من الأردن ليؤكد برئاسة سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية، ليؤكد لأهلنا في فلسطين أن الأردن وفلسطين ما هما إلا جسد واحد وروح واحدة، وإن شاء الله هذه الوحدة الكريمة وهذا الالتساق وهذه المحبة لا تنقضي بل تتوطد وتستمر بإذنه تعالى. أيها الإخوة الكرام، لابد أن أدعوكم إلى مزيد من المحبة، وإلى مزيد من التعاون، وإلى مزيد من الوحدة بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني. كفانا انقساما، كفانا فرقة، كفانا عداوة. هذه الفرقة وهذا الانقسام وهذه العداوة التي لا يستفيد منها إلا من يريد شرا بهذا الشعب، ومن يريد أن لا يحصل هذا الشعب حقوقه في تحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أدعوكم إلى أن تكونوا صفا واحدا، لأن هذا هو أمر الله عز وجل عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: عليكم بالجماعة، ومن شذ فإنما يشد في النار. لنبقى أمة واحدة ولحمة واحدة بإذنه تعالى. أيها الإخوة، أنتم في بيت المقدس ونحن في الأردن بإذنه تعالى في أكناف بيت المقدس. أنتم أرض المحشر والمنشر، ونحن بإذنه تعالى أرض الحشد والرباط، حتى يحدث الله عز وجل أمراً كان مفعولاً أن تعود هذه الأرض وهذه المقدسات إلى أهلها عزيزة مرفوعة الهامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بسفير دولة مصر الشقيقة وبمن حضر كذلك، فأهلاً وسهلاً بالجميع. الهواء، الماء، الغذاء، المسجد الأقصى، القاسم المشترك بينهم أن من مل الهواء مات. لا نمل الهواء ولا نمل الماء ولا نمل الغذاء، لا نمل المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى هو عقيدة فينا. المملكة الأردنية الهاشمية توليه كل عناية، نشكرها على هذه الوصاية، نشكرها على هذه الرعاية، نشكر هذا الفضل العظيم. هو محفوظ إن شاء الله بالنشامة، هو محفوظ في قلوبهم، في عقولهم، هو محفوظ في عقيدتهم، هو محفوظ بأعمالهم لا بأقوالهم فقط، وأقوالهم كذلك دلالة على حفظه. أود أن أرحب بشخص، هذا الإنسان إن تحدث
عرفتموه، ولا بد لنا في هذا اللقاء من أن يتحدث وأن يقف شرف عظيم لنا أن نستقبل الدكتور أحمد إهليل إمام الحضرة الهاشمية قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وأصحابه أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى من سار على منهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أخي صاحب الدولة، الأخ والصديق والعلم والعامل الأستاذ الدكتور أحمد كريع، الذي إذا ذكر اسمه أغنى عن وصفه والحديث عنه. أخي صاحب السماحة الأستاذ الدكتور يوسف دعيس، القريبة إلى القلب والحبيبة إلى النفس، أصحاب السماحة والمعالي جميعا، الإخوة الكرام في هذه الجامعة وعلى رأسهم أستاذ كريم وعالم في مجاله واختصاصه، أخي الذي سبق أن التقينا وإياه في لقاءات علمية ولقاءات رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية وفي مؤتمرات خارجية، الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك. احنا عندنا في احد الأصدقاء مدير أوقاف وزملائنا يعرفونه، هو الدكتور وهاي اللي يعرفه كوشك، وفي السعودية كوشك، فتتداخل هذه الأسماء، ولكنك في القلب دائما يا دكتور. مع كل التقدير والاحترام لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين التي جمعتنا بهذه الوجوه الطيبة التي طالما اشتقنا إليها، وأنا هذه أول زيارة أتشرف بها إلى بلدي الحبيب، أهلي وإخواني هنا في أرض الحشر والرباط والحشد والعطاء والتضحية والفداء. فأنتم أيها الإخوة الكرام جميعا، أنتم في جهاد دائم، فطوبى لكم وهنيئا لكم. كانوا يسمونني من قبل وما زلت بفضل الله أتحدث دائما عن قضية فلسطين كخطيب المسجد الأقصى والقدس، ولي هذا الشرف أنني أعيش هذه القضية في قلبي ووجداني وروحي، وأسخر ما قدر الله لي للحديث عن هذه القدس حيثما كنت بمشيئة الله تبارك وتعالى. إخواننا وأهلنا، نحن الأهل والإخوة والأعمام والأخوال، من فصلنا في يوم من الأيام ولن قطعنا في لحظة من اللحظات، نحن وإياكم دمنا واحد وهمنا واحد، رسالتنا واحدة، نحن لكم خدم. وأنا أنقل هنا تحيات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين يحفظه ويرعاه رب العالمين لكم
وللقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولوزارة الأوقاف على هذا العطاء المميز. نحن بيننا تلاحم وبيننا تراحم، بيننا أخوة تمتد آمادها إلى حيث يشاء الله عز وجل، فنحن أهل وعشيرة وأسرة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. كم منا من أخ أو أخت يقوم بزيارة لإخوان أرحام أحفاد شرقي النهر، وكم من شرقي النهر من أسر وعائلات تتواصل، وأنا واحد منهم، فنحن كلنا أسرة واحدة. كما قال أخي صاحب المعالي الأستاذ الجليل والعالم الفاضل الأستاذ الدكتور هايل عبد الحفيظ، وهو من أبناء رحاب القدس، ولعلنا بمشيئة الله تعالى نتشرف بمعيته الليلة في زيارة خاصة قد أسعد بمعيته وأتشرف. هو ابن هذا البلد الطيب، وهو ابن الأردن البار كذلك، يؤكد دائما على طبيعة العلاقة الأردنية الفلسطينية وعلى وحدة الدم العربي المسلم، وأن الأمة الإسلامية في عنقها دين لأبناء الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب الفلسطيني يقدم نفسه فداء وثمنا للذود عن حمى العالم الإسلامي بأسره. القدس ليست قدس أهل القدس وليست قدس أهل فلسطين، وإنما هي قدس العالم الإسلامي، قدس أزلية في كتاب الله عز وجل سطرها في قلوبهم وأرواحهم وأنفسهم ووجدانهم. تقدم له كل الإمكانات والطاقات والعطاءات من أجل القدس. كم امتزج الدم الفلسطيني والأردني هنا على أسوار بيت المقدس، على باب الوارد والطرون وعلى مشارف بيت المقدس، فنحن وأنتم الأهل والعون والسند والظهير. كان الله معكم وحفظكم ورعاكم ويسر لكم الخير حيثما كان. ثم شكر خاص وجزيل لجامعة القدس، هذه الجامعة العتيدة التي يعتبر اسمها في حد ذاته شرفا وريادة وسيادة بين الجامعات كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الدكتور أحمد هليل قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية، سماحة الدكتور هايل داود وزير الأوقاف والشؤون الدينية والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلالكما اسمحوا لنا أن نطلب هذا الطلب. نحن نطير تحية إجلال وإكبار إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على رعايته ووصايته على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. وكذلك الشكر موصول إلى كافة الأخوة الدول العربية والإسلامية وإلى كل الأصدقاء والشرفاء لدعمهم لحقنا التاريخي والشرعي في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما واسمحوا لي وباسمكم جميعا
أن أطير برقية شكر وعرفان إلى سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على رعايته الكريمة لمؤتمر بيت المقدس السادس، داعين الله تعالى أن يوفق مساعيه لتحقيق آمال شعبنا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واسمحوا لي كذلك بالكلمات التي استقبلت بها هذه الوفود الطيبة الكريمة في فلسطين على مشارفها التي لا تفصلها عن المملكة الأردنية الهاشمية، بل تصلها بنهر الأردن الخالد إن شاء الله. يا مرحباً مد المدى والآن بضيوفنا الأعلام والأعيان، أهلاً بكم، أهلاً وسحب مراحب، وكفت بروضكم الأبيض الحاني تشدو بها في الخافقين مرابع تاهت بمقدمكم على الأوطان. تبوأتم من نزولنا جنة عدنا ضيوف إمام المرسلين ذوي الحسنى، وفد الهدى من جاء للحق ناصرا أنار نهار رياضنا غيث هنا. مسك الختام إخواني، اسمحوا لنا الآن، سننتقل إن شاء الله بعد كلمة مسك الختام إلى جلسة المؤتمر بعد أن نرفع هذه الجلسة بكلمة مسك الختام، وأتمنى أن تكون قصيرة. لماذا؟ لأننا نحب أن نسمع من مسك الختام، وكذلك نأسف لضيق الوقت. أخي الأستاذ يحيى السعود، بدي أخبطني، لا مش هتلخبط ولا يمكن، يحيى السعود، لا مش هتلخبط، هو عنوان وهو منتخب شرعي كذلك في مجلس النواب الأردني رئيس لجنة فلسطين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعذروني لأني صوتي شوية مبحوح، يعني عند قدوم من عمان كان في هناك، يعني من حظه هذا قطعه، من حظه إنه مبحوح. كان هناك يعني احتفالات في يوم النكبة في المخيمات الفلسطينية في عمان، وأقول يعني كان لي الشرف قبل شهرين أن أقف على هذا المنبر وأتحدث إلى إخواني أساتذة هذه الجامعة وأخوة الطلاب والأخوات الفضليات، وأقول يعني عندما تحدثت قلت أن من يأتي إلى فلسطين مدافعا عن عروبتها وقدسيتها ورمزيتها وحاملا الروح على الكف ليس غير شعب فلسطين، غير شعب الجبارين الذي يمنحه صدق الشرف والكرامة والعنفوان. فلكم من الأردن ملكا وشعبا كل محبة وتقدير وعرفان، فأنتم الأهل وأنتم العشيرة وأنتم العزوة وأنتم الذين نستمد منكم العزيمة. ودعونا نستذكر الشهيدة البطلة دلال المغربي ابنة 19 عاما، عندما تجاوزت كل الخطوط وانتصرت على العدو بأنوثتها وقدسيتها وانتقلت إلى الرفيق الأعلى، شهيدة في عليين إن شاء الله، وبعدها الرئيس الرمز أبو عمار الذي قاوم الحصار وانتقل شهيدا إلى الرفيق الأعلى، وبعدهم غزة التي قاومت البارود وانتصرت بعنفوانها وشهامتها وركلتها. ونحن في الأردن تربطنا اتفاقية مع الكيان الصهيوني اتفاقية وادي عربة، والمادة 9 عن اتفاقية وادي عربة تقول أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في رعاية الأردن، ونحن نرى كل يوم الاعتداءات من قبل قطعان الصهاينة
على المقدسات الإسلامية. وحكومتنا عندما أوعز جلالة الملك باستدعاء سفيرنا من تل أبيب مكافأة لهذا الكيان أعادت سفيرنا إلى تل أبيب. شوفوا هذه المفارقة بين جلالة الملك وبين هذه الحكومة. إخواني، لابد لنا أن نعيد الذاكرة إلى حرب الكرامة عندما التقى الفدائي الفلسطيني مع الجندي العربي في الجيش العربي وعادوا للجيوش العربية الكرامة والنصر وانتصروا على هذا الجيش الذي يقال أنه جيش لا يقهر. وأنا أقول أن هذا لابد يوما أن يبزغ فجر جديد وأن يرفع شبل من أشبال هذا البلد، هذا البلد الطيب بأهله وناسه، الأذان فوق مآذن القدس، وأن ترفع شبلة من فتيات فلسطين غصن الزيتون. وأنا أقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وأقول أن القدس لا تحتاج إلى المؤتمرات بل تحتاج إلى دعم المال. وأقول قاتل الله النفط ومليارات النفط التي أفسدت بالدول العربية، وهذه الدول العربية مشغولة في نفسها. وانعقد قمة عربية ولأول مرة في القمم العربية لا تذكر القدس على هذه الطاولة، لأن مليارات النفط وجهت إلى تفتيت الأمة العربية. وللأسف انظروا ماذا يفعل باليمن، وماذا يفعل في العراق، وماذا يفعل في ليبيا وفي سوريا. 8 مليون مهجر من الأخوة السوريين بحجة الديمقراطية. قاتل الله أمريكا وقاتل الله من يشد على يد أمريكا. ونقول للعالم أين أنتم؟ أين أنتم الذي تكيلون بمكيالين؟ أين أنتم من حقوق الإنسان؟ وكل يوم إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان مع المواطن الفلسطيني على مرمى ومسمع كل الدول العربية وجيوش الدول العربية. أنا أتساءل سؤال، عندما يقف الجنرال أمام المرآة ألا يخجل على نفسه؟ عندما يستذكر دلال المغربي وهي التي صنعت الثورة الفلسطينية وانتصرت على الجيش الإسرائيلي بأنوثتها وطهارتها وقدسيتها. نحن في الأردن وفي البرلمان الأردني نهديكم التحية، وحملوني أهلي في الدائرة الثانية أن أهديكم السلام، وكذلك البرلمان الأردني، وبمعيتي وأنا بمعيته زميلي النائب بسام الطوش رئيس لجنة الثقافة في البرلمان الأردني لكي يكون في تواصل بين الجامعة وكذلك لجنة الثقافة في البرلمان الأردني. وأقول أن البرلمان الأردني لم يلتقي يوما إلا على القدس، وهناك أكثر من قرار اتخذه البرلمان الأردني، لكن للأسف أنتم تعلمون أن الديمقراطيات في الدول العربية ودول العالم الثالث هناك أجهزة أمنية وأجهزة دفاع مدني وسريات إسناد دفاع مدني تحرك هذه البرلمانات للأسف. وهناك قرارات اتخذت منها طرد السفير الإسرائيلي واستدعاء سفيرنا في تل أبيب وإلغاء اتفاقية البلوى والعار، اتفاقية وادي عارة، وتمزيقها، لأن كل يوم إسرائيل تنتهك هذه المعاهدة، وكذلك عدم شراء الغاز الإسرائيلي. ولكن حكومتنا تحرك سرية الإسناد وتضغط على النواب. وللأسف اسمحوا لي أقول لكم، اللهم حرر مقدساتنا من اليهود الغاصبين، اللهم ارزقنا الشهادة على أعتاب الأقصى، اللهم احفظ الأردن آمنا مستقرا، اللهم احفظ فلسطين وأهل فلسطين وشعب فلسطين. وكما قال الرئيس الزعيم الراحل أبو عمار، ليس منا وليس فينا من يفرط في شبر واحد من القدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا اخي يحيى. لو لم يكن البحر ما كان اللؤلؤ، ولو لم تكن الشمس ما كان الضياء، ولو لم يكن الورد ما كان العطر الفواح، ولو لم تكونوا الآن ودمتم إن شاء الله لما استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبة. فأهلا وسهلا بكم دائما. أنا قلت مسك الختام، لكن هناك هدية ما بعد مسك الختام. أخي بسام للطوش ذكرك، وأنا يسعدني أن أرحب بك باسم الجميع. أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. تحية الأردن، الشعب والحكومة والبرلمان، تحية الكرك التي أعتز بتمثيلها، تحية أهل الكرك، أهلي الذين حملوني هذه التحية. الكرك التي طالما ساهمت وشرفت بتحرير القدس، حررت وساهمت في تحرير القدس في جيش صلاح الدين الأيوبي، وفي مرة تالية الناصر داود قلوون في العصر المملوكي، وابنها حابس المجالي كان بطلا على أسوار القدس في صفوف جيشنا العربي. وفي الكرك تتحدد وطنية المرء ورجولته حسب موقفه من فلسطين، حسب موقفه من القدس. ولا ينتخب أحد ولا يعلو شأنه في الكرك وفي الأردن عموما إلا بحسب موقفه من قضية الأمة، قضية فلسطين. ونحن يعني يصيبنا الشعور بالغرابة والدهشة عندما نسمع اللفظة الغريبة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه كلمة خطيرة. هو تربينا على أنه الصراع العربي الصهيوني، على أنه صراع الأمة مع هذا العدو. باسم مجلس النواب الأردني، باسم اللجنة التي أشرف برئاستها، لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب الأردني، أهديكم التحية. أهدي التحية لجامعة القدس، لجامعات فلسطين، لطلبة فلسطين، لأساتذتها، لرؤساء الجامعات الصامدين في هذه الجامعات، للتعليم الذي كما تفضل إخوتي من قبل الذي نشر نور المعرفة والوعي، التعليم الفلسطيني. نحن في بالأمس عندما كنت في بيت سحور أنا أتذكر هذا الاسم الجميل، لأن معلمة كانت في قريتي في الطيبة في الكرك في الستينيات من بيت سحور ومن بيت جالة ومن كل أنحاء فلسطين علمونا وربونا ونشروا المعرفة، ليس في الأردن وحدها ولكن في كل بقاع الأمة وفي كل بلاد العرب والمسلمين. تحية لكم أنتم من ترابطون في القدس، نحن نرقبكم ولا نملك لكم الكثير لنقدمه، فالأمة عاجزة للأسف، لكنها ستقوم في يوم من الأيام من هذه الكبوة، والفيصل في موقف الأمة من القضية الفلسطينية، وحدة الشعب الفلسطيني. هذه تحية لغزة، وهذه تحية لعرب الداخل، لعرب 48 الذين يقفون شوكة في حق الصهيونية وفي مشروع نتنياهو للدولة اليهودية الخالصة. تحية لهم في صمودهم، تحية لغزة الصامدة، تحية للأسرى والمعتقلين والشهداء، تحية لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يقبعون في سجون الاحتلال. تحية لفلسطين الروح والكلمة، لفلسطين النبض الذي يعلمنا جميعا أن هذه الأمة ما زالت تستحق أن تعيش، وأن على هذه الأرض ما يستحق أن نعيش من أجله. أنا أستذكر في هذه اللحظة كايد المفلح لعبيدات، أول دم أردني يراق على أرض فلسطين. الشهيد كايد المفلح لعبيدات كان
مبصرا واعيا لخطورة وعد بلفور، فكان يقود أبناء شمال الأردن ليقام المستعمرات البريطانية الصهيونية أيام الانتداب وفي أوائل الانتداب في عام 1920. إنه الوعي المبكر. تحية لروح هارون الجازي الذي قاد سرية من متطوعي الحويطات في جنوب الأردن ليشرف بأن يقف لجانب القائد البطل الذي يحب وأعشق عبد القادر الحسيني، شهيد القسطل، الشهيد العظيم الذي ترك شهادة الكيمياء من الجامعة الأمريكية، وأنتم تعرفون ما هي الجامعة الأمريكية. ألقى بهذه الشهادة ليعود إلى فلسطين وقال في حفل التخريج: أنا لا أشرف بحمل هذه الشهادة، شهادة الكيمياء، بعد أن حقق متطلبات التخرج في بكالوريوس الكيمياء في عام 1936 فيما أعتقد، وعاد إلى فلسطين وقاد الجهاد والمقاومة. عندما كنت أسمع الشهيد الرمز ياسر عرفات يقول شعب الجبارين، لم أكن أستوعب معنى هذه الكلمة إلا ما عندما زرت فلسطين الآن. هذه زيارة الأولى لفلسطين، والحمد لله أن من الله علي بأن تطأ قدمي هذه الأرض المباركة وأن أشرف بمواجهة هذه الوجوه الطيبة. كل الحب وكل التقدير وكل الشوق وكل العرفان وكل الاحترام لفلسطين بقيمتها، بتاريخها، برمزيتها، بأهلها، بشهدائها، بعطائها، بمستقبلها، بماضيها وبحاضرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أخي بسام القوش. نرفع الجلسة ونودع الأخوة أصحاب السماحة والسعادة لانتقالهم إلى مدينة نابلس، وبعد وداعهم إن شاء الله نبدأ الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر خلال دقائق إن شاء الله. اختصار الوقت، وبعد الجلسة الأولى سيكون هناك استراحة ثم تكون الجلسة الثانية.